مرحبا، حلقة جديدة عن السكري والعيون. المرة الماضية تكلمنا أن اعتلال الشبكي السكري ممكن يأتي على عدة هيئات. من الهيئات اللي ذكرناها هيئة تسمى اعتلال الشبكي الغير منتشر. اليوم نتكلم على تصنيفات ثانوية لهذا الاعتلال. طبعا هذا الاعتلال مثل ما ذكرنا هو بداية ظهور اعتلالات الشبكية. اليوم نذكر لكم أو نعطيكم فكرة عن اعتلال الشبكية السكري الغير منتشر الخفيف، وهذا بداية ظهور الاعتلالات في الشبكية. هذا الاعتلال الخفيف يظهر على شكل حويصلات دموية في الشبكية، حويصلات دموية أو انتفاخات دموية في الشبكية. مثل هذه الصورة، هناك مجموعة من الحويصلات الدموية موجودة بالشبكية. يمكن الصورة غير واضحة، لكن إذا عملنا فحوصات أكثر، على سبيل المثال عملنا صورة ملونة للشبكية، فهذه الحويصلات تظهر أكثر، تظهر أكثر بوضوح. مثل هذه الصورة الملونة للشبكية، نرى هذه الانتفاخات البيضاء، هذه هي الانتفاخات الدموية في الشبكية. فهذا جل العلامات التي تظهر في هذه المرحلة من اعتلال الشبكية. إذا كان هذا الشخص لديه هذا الاعتلال، فإن لديه ساعة من الوقت. ننصحه عن طريق طبيبه المعالج للسكري أن تتم العناية بالسكري والضغط والدهون، ونرى هذا المريض بعد سنة من هذا الفحص. فهو لديه ساعة للاهتمام بالجانب الوقائي من السكري حتى لا تتطور هذه الأمور. بعد سنة يتم تقييمه بنفس الطريقة، وتتم التوصيات بناء على النتائج التي تظهر بعد سنة. حياكم الله.